قربت تبتعد، يعني ما تقدر تقتل هالتردد اللي بداخلك وتنهي الموضوع. ألو، آه أم باسم، صار؟ وتقول ليش صاير؟ كل منك، أنت السبب يا أبو جاسم، أنت السبب. منى شردت من البيت، سمعت هواجي وياك وشردت من البيت. ما أبغي شيء، أبغي بنتي زرشوا لي بنتي وين ويبا. كنا مرتاحين من دخلت بحياتنا، قلبت فوق وتحت. شوف لي بنتي دخيلك، شوف لي بنتي. يا ربي ترد لي بنتي يا رب. سبي بالرحمن يا عيبة واذكر يا الله. ما أبغي شيء منك، ما أبغي شيء، أبغي بنتي وبس، جيب لي بنتي. لا 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 على جهد دي شوي، ترى المصيبة مي مصيبتك بس، حتى مصيبتي أنا بعد، خلينا نتشارك فيها. لا، عمرها ما كانت مصيبتك، طول عمرها مصيبتي. العيال هذي كانوا مسؤوليتي أنا، مسؤوليتي أنا بس. أنت شردت عن كل شيء، شردت عن كل شيء. شردت. أنت السبب، أنت السبب. يا منى. كاهياتي منى. منى حبيبتي منى. ليش يا أمّا ليش تحرقين قلبي وانتي تدري ما لي حد في الدنيا إلا انتي وأخوك؟ ليش تسوون فيني كذي؟ الحمد لله سلامتك يا أمّا، الحمد لله سلامتك. وين لقيتيها؟ الخادمة دشت المطبخ لقيت لي قاعدة ولا الثلاجة بالصدفة. يا أمّنا يا أمّي لا تسوينها مرة ثانية، لا تحرقين قلبي عليك يا أمّنا. مشكورة يا أمّا يا صليطات الله خير ما قصرتي. قرت عينك يا باسل، قرت عينك. وين بيك؟ جزاك الله خير، مشكورة. أتلخص أنا. حياك الله، جزاك الله خير. مشكورة. منى لا تسوين كذي فيني يا أمّا مرة ثانية، لا تسوين، لا تحرقين قلبي عليك. تعال يا أمّا، تعال. الحمد لله على السلامة، وقرت عينك، سوتها فينا يا عيبة؟ خلطها من العيال. ألو، السلام عليكم. ناصر يبا قرت عينك. إيه، لا كاهي قدامي ما شاء الله ما فيها شيء. لا هي كانت ببيت هرانكم، بيت مفيصل. يبا يا ليت اطمن بعد باسم هاي وين؟ ان شاء الله بارك الله فيك، احسنت. يا هي وش سويتها فينا الله يهديك؟ الكل يسال عنك، الكل قلبه وياك. ام باسم تبيني ولا اروح انا اقضي لي شغله؟ يلا فهم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها حسام، سألت عنه؟ طبعا يا عمي، تأكدت من كل حاجة، وكل اللي سألتهم عنه قالوا انه هو من عيلة محترمة وناس معروفين في الديرة قوي. انت متأكد؟ طبعا متأكد، انا سألت اكتر من مصدر كلهم اكدوا انه انسان نظيف وكده. مشكور يا حسام، بس ها ايانا وياك هدى تدري. حاضر يا عمي، حاضر، تحت أمرك، بعد إذنك. يا جماعة أنا أقول نردها المستشفى أحسن، ليه ما تشفى؟ الله يهديك يا باسم، إيش هالكلام؟ ليش نردها المستشفى؟ البنية صحتها صارت أحسن عن قبل؟ وأنت صادقة عمتي،
يبقى الدكتور قال كل اللي تحتاجه اهتمام ورعاية وإن شاء الله تسترجع حالتها، يعني ما في داعي ترجع المستشفى. ناصر أنا أخوها ولازم أخاف عليها. وأنا للمرة الثانية أقول لك يا باسم أنا أرفض أنها ترجع المستشفى. يا جماعة أنا زوجها وأنا المسؤول عنها. يه ومسألة أنها ترجع المستشفى انساها. أنا يا هدى ما أقدر أستغني عن حسام، مثل ما أنت عارفة هو ذراع اليمين في الشركة. بس يا يبا أنا ماني قادر أستحمل أكثر بالشركة، دائماً يضيع لي الأوراق ومهمل بعمله، وفوق هذا كله حاط لوبة دوب راشد، كم مرة أنا بها أقول له هم ماكو فايدة. يا يبا من كثر حرصه على الشغل يشك حتى في اللي حواليه، وبالأخير هو إنسان حريص علي وحريص على شغله، وإذا أنت ما تبينه بصراحة أنا ما أقدر أستغني عنه. على راحتك يا بابا. أقول عمتي خير، ايش رايك نسافر مع منى برا؟ يعني راحة واستجمام. والله يا يما ما فيني شد على السفر، وبعدين باسم ما عنده حد. عيل لو سألنا الدكتور ووافق على فكرة السفر، تسافرين؟ ما أدري ايش أقول لك يا ناصر. ما تعرفين شو تقولين عيل، انا بستاذن عندي شغله، وعلى ما اروح وارجع يكون فكرتي. تحتاجين شيء عمتي؟ سلامتك يا امه، جزاك الله خير، الله يحفظك. يلا انا اترخص. لا تشوف حالتنا يا ابو مبارك، حالتنا حاله، انا ومباسم من صوب والعيال برا من صوب، ام باسم حالتها ما يعلم فيها الا الله سبحانه وتعالى. انسين هي شلون انحاشت من البيت؟ طول عمرك انا وام باسم تناجرنا شوي، يمكن على صوتنا، سمعت هي ما كذبت خبر كانت تطلع برا. زين وبعدين؟ ما اخذنا الا الباب ينطق، بطلت الباب، ولا مفيصل بويهي، ولا وياها منى. فيصل ايش دخلها بالموضوع؟ ام فيصل يا ريتهم، منى يوم طلعت راحت انخشت مطبخ بيت يا ريتهم. انت السبب. انا السبب؟ ايه، انت لمتى بتظل سجين ترددك؟ البنت محتاجت لك اكثر من الاول، وام باسم هم محتاجت لك، كبرت وصبرت، ويا اليوم اني انت توقف معاه فيه. ولا تحمل هالذنب ام جاسم يا اخي. انا والله ما ادري ايش اقول لك. ايش تبي تقول بعد؟ تبي موقف اكثر من اللي صار اليوم؟ شورك بذات الله. أنا وافقت على اختيارك للأثاث، بس ها بشرط أنا اللي حدد الألوان. وشلون تختار الألوان يا أستاذ من غير لا تسألني أنا صاحبة الشان؟ أنا اللي راح أعيش بالشقة. اختيار الألوان من خلال ملاحظتي القوية لأناقة بنت صالح، واختيار هالألوان جذابة حقها. وأنت ما اخترت الألوان نفسها؟ طبعاً، وإذا اخترت ألوان ثانية أكيد ما راح تعجبك. صدق ساعات احس اني اخاف منك. ليش تخافين؟ لا انت فهمتني غلط، انا قصدي ان انت تعرف كل شيء يدور ببالي علشان تفتخرين قدام رفيجاتك وتقولي لهم زوجي وايد ذكي. لا تمدح نفسك وايد. انا امدح نفسي علشانك انت. ايش رايك تقرر قرار نهائي وتقعد مع ام باسم وتقنعها انك ترجع لها، وبالحاله هذه تخلي باسم ولدك امام الامر الواقع، ومنها راح تكون معاكم. بعدين لا تنسى يا اخي انت للحين زوجها. يا اخي انا ماني قادر اتخلص من عقده الذنب. يا اخي كم مره تناقشنا بهالموضوع وقلت لك ام باسم ما لها ذنب. شو ما لها ذنب؟ والمرحومه ما ماتت الا عقب ما سمعت اني متزوج. يا عندك ما يثبت كلامك هذا؟ عندك دليل؟ لنفرض ان ما عندي دليل، لكن تقول لي المرحومه شلون درت اني متزوج؟ يا اخي في مليون طريقه انها تعرف، بس مو هذه المشكله. انت حابس نفسك بعقده الذنب وهذه مشكلتك. وبعدين نفترض ان هي قالت لها، تلومها؟ لمتى تصبر على السر؟ العيال كبروا، ايش تبي تقول لهم؟ وش تقول حق الناس؟
لا تلومني يا أخوي، والله لا قاعد أفكر وراسي يصير هالكبر، لا أقدر أفكر ولا أقدر أقرر. يبا هذا الكلام يقوله واحد مراهق، مو واحد بسنك يا محمد. شلون تبيني اروح معاك يا راشد اخطب البنت من ابوها؟ الريال بيعرفني وبننكشف واكيد راح يرفض. ادري انه راح يعرفك وهذا اللي ابي انا. والله ما ادري ايش اقول لك يا ولدي. انزين وهدى انت واثق انها بتوقف بصفك؟ لو اني مواثق كان ما فكرت اني اروح. وعلشان كذي يا راشد ما ودي اروح معاك للخطبه واكشف اسرارنا قدامك. عموما يا خالي اذا حبيت هي معاي اهلا وسهلا، ما حبيت راحتك. والله يا راشد انا خايف عليك. لا تخاف يا خالي، انا قايل لك من اول يوم تعرفت عليه اني لازم اقضي عليه وهذا طموحي. والبنيه يا راشد حبي لها ما راح يوقف بطريقي، واذا حسيت انه راح يوقف بطريقي راح ادوس على قلبي. حبي للوالد والوعد اللي وعدته اياه اكبر من كل شيء، انا لازم انفذ وعدي. مش قلت لك يا عمي اللي ورا سائل دي ناس جبنات واكيد هو ابو عثمان؟ بسيطه، عارف شو اسوي فيك يا ابو عثمان. يا عمي سيادتك رجل اعمال معروف ومشهور، من الطبيعي الناس تحسدك على نجاحك. بس انا مالي شغل في الناس، انا حاط بالي على مستقبل بنتي هدى وعلى شغلي ومشاريعي. مش ده يا عمي اللي يخلي الناس تحسدك وتغير منك. الناس دي اللي بتبعت الرسائل كل هدفهم انهم يعيشوك في قلق وفي خوف، دي ناس اصلا قلوبها سودة وبتكره نجاح الاخرين. الرسائل هذه متخوفني بدام اتكالي على الله، والفلوس ما تيجي من بني ادم، تيجي من الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله، علشان كده انا جيت ابشرك، واذا ما تؤمرش على اي شيء تاني انا ممكن استاذن. سلامتك، مشكور وما قصرت. تحت امرك يا عمي بالاذن. حياك الله، اذنك معك. ايش رايك تيجي معاي نخطب هدى من ابوها؟ عفوا عليك، انا بشوفه. اصدق مرات افكر بيني وبين نفسي واقول اذا رحت بيت بصالح اخطب بنت هدى، اغير كلامي واقول انا جاي انتقم منك لانك السبب موت ابوي. انت مجنون تفكر هالتفكير. وهو مجرد تفكير يا يوسف. اصدق للحين انا مو مصدق اني احب واخطب وتزوج بنت اللي ذبح ابوي. صجله قالوا هالدنيا غريبه. لكن خطبتك وزواجك منها وراء اشياء اكبر من الاحساس اللي تحملها حق هدى، ولا انا غلطان؟ معاك حق يا يوسف. صدق مرات يجافين النوم واقعد افكر طول الليل واقول معقوله اقدر اعيش مع هدى، اقدر احبها بعد اللي سواه ابوها؟ الخير يا راشد هو اللي دائما يطغى على الشر، وما دام انك تحب هدى من المؤكد انك بتنسى الشر اللي قام فيه ابوها، وبعدين لازم تعرف انها ما لها ذنب اللي صار. صج محامي وعليك مفردات بعد. انت اتكل على الله وانا ان شاء الله بكون معاك يوم الخطبه. اوكي يلا اشوفك على خير. على خير، مع السلامه. مع السلامه. انا اقول يا وليدي من اليوم وساير وعقب شردتها هذه نقفل بيبان البيت كلها. يا يما هي الحين ما صحت، انا كنت اتمنى انها تظل بالمستشفى لين ما تتحسن حالتها على الاقل. إيه بس يا يما الطبيب هو اللي رخصها وقال إنها تقدر تروح للبيت، يمكن تصير حالتها زينة ويمكن تظل مثل ما هي. لكن يا يما هي للحين مريضة، مرات تتصرف وكأنه ما فيها شيء ومرات تتصرف بشكل ثاني وكأنها مريضة، وانت شايفة هالشيء. نظر عيني من عقب الحادث لمليون وهي مو عارفة هي وين ولا شو اللي صار لها. أبو جاسم هو السبب الكبير بهالمصيبة هذه. لا يا وليدي لا، في هذه لا، لا تظلم أبوك، هذا أمر الله. أرجوك يا أمة تعذريني، أعذريني لو صرت عصبي وخصوصا بالمواضيع اللي تتعلق في أبوي. شوف يا أمة أنا ما لومك، لكن بعد أرد وأقول لك
عمر الدم ما يصير ماي. وهذا أبوك وين تروح عنه؟ أنا أقول يا وليدي لو تتصالحون يكون أحسن يا باسم. إن شاء الله يا أيمة اللي تامرين عليه. يا وليدي أنا تعبت وخايفة على أختك. أنا ما عاد فيني قوة أتحمل المشاكل. كل اللي أتمناه إنك تريحني وترتاح. وأنت تدري يا باسم أنا في الدنيا هذه وأختك مالنا غير الله ثم أنت. كل اللي أتمناه يا أمه إن الله يرزقك في بنت الحلال وأشوف عيالك. إن شاء الله يا أمه. وثقي إن من اليوم رايح ما راح أسبب لك أي إزعاج. زفاكي زين. إن شاء الله يا أمه. إن شاء الله. والله يا أبو جاسم كله سرحان وتفكر وكأن الدنيا ما راضية تبتعد عنك وما عندها غير أبو جاسم وطلابة أبو جاسم. مرة تقول له أضحك مرة تقول له أسكت لا تضحك. أنا ما أدري ما أنتي بهالحكي هذا الله يهديك. ما كأنك تعرفني زين وتعرف المشاكل اللي أنا عايشها. المهم شو أخبار طيبة؟ أنا ماني مصدق شلون تسافر من غير علمي. لا واضطر شوريقة بدين أختها كأني أنا غريب ماني أبوها. أنا اللي محيرني إن طيبة اللي عقلها يوزل ذهب تنحاش من مشكلتها. والله بعد ساعات أنا ملومها يعني في الوقت اللي هي بالي الأمل إنها تروح أقريلها وترجع لحياتها الطبيعية الأولية على ما يقولون التفاجأ بأنها مرتها حامل. الغيرة عند الحريم تعور يا صاحبي. هذه ما هي غيرة هذه مصيبة. أنا ماني فاهم إيش تقصد. اللي أقصد أنه خدعها قايل لها أنه عايش مع بنت عمه اللي هي زوجته بس زواج على الورق يعني مثل الأصدقاء والتفاجأ بأنها حامل. هذا اللي خلاها تنهار لأنه تشلب عليها. لا لا هذا الوضع ما يتحمل والطيبة ما حق باللي سوته ولا مو معقولة طول هالعمر يقص عليها. أنا أدري أنا بعض الساعات أوقف وياها وبعض الساعات لا والله أوقف وياه احترت بين الاثنين. زين هي متى بتي؟ قايلة حق أختها أنا بتي الأسبوع الجاي. هونها وتهون ولك مني إن شاء الله أمر يوسف في مكتبه وأتفاهم أنا معاه بعش تبي. أبشركم المحكمة حددت موعد الجلسة. الله يبشرك بالخير يا ولدي. بس مثل ما انت عارفين الموضوع مو سهل ويمكن ياخذ وقت لغاية ما يصدر الحكم النهائي ويمكن يستأنفون الحكم. يا ولدي انت ابوها وسمها. صدقيني يا خالتي انا بسوي اللي علي والباقي على الله. انزين يا ولدي ما قلت لنا الحين كم بيزادك على القضية؟ الله يهداك يا خالتي الحين خلينا نخلص القضية وبعدين يصير خير. اللي يطلع من ذمتي كان راضي فيه. الله يبارك فيك ويخليك يا ولدي. هذا حق واجب وانتو تستاهلون كل خير. الله يبارك فيك ويخليك يا أستاذ يوسف. نعم يا يوسف تحت أمرك أموري. بصراحة يا حسام أنا ودي لو ترجع لشركة الوالد. ليه يا فندم؟ أنا غلطت في الشغل زعلتك في حاجة ضايقتك في أي شيء يعني؟ الموضوع ما يستاهل كل هالاتهامات. الموضوع ما فيه ان انا شايفتك انك تصلحك شركة ابوي اكثر من هني. هذه كل القضية. اذا كان كده بقى شوف موظف تاني يجي يستلم مني الشغل.
روح نادي عزت خليه. قول لي يا ناصر، قول لي ايش قرر الدكتور؟ قرر ان يشوفها ضروري. يعني منى ترجع مره ثانيه للمستشفى؟ لا يا عمتي، ان شاء الله ما ترجع المستشفى، لكن لما شرحت للدكتور عن حالتها اصر اني اشوفها لانها بعدها ما تشافت، وهذا الشيء احنا نعرفه. وبعدين عمتي لا تخافين، ترى روحتها للمستشفى بس للفحص، ونحن نطمن عليها ان شاء الله. يا رب يا رب يا ناصر انها ما ترجع المستشفى مره ثانيه. عمتي ترى منى احسن عن قبل، عشان كذي الاخصائي رخصها، لكن احيانا العوامل الخارجيه تاثر فيها وتخليها تفقد توازنها. ايه بس يا ناصر، منى الحين احسن من قبل بوايد، وهذا ما يمنع انها ترجع لحالتها الاولى اذا تعرضت لاي حادث مزعج. احنا اللي رجعناها لحالتها، انا وابوها تهاوشنا هني قدامها، ما تحملت نظر عيني تشوفنا ونحن في هذه الحاله. صدقين حبيبتي ما انا مصدق ان اليوم راح اخطبك من ابوك، حاسس اني ما راح اقدر اتكلم ولا كلمه، ما ادري ما 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 ادري ايش راح اقول. معقوله انت راشد اللي هو راشد ما عرفت تتكلم؟ اكيد قاعد تفكر. انا ممكن اصدق اي شيء بالدنيا ولا اني اصدق انك ما تعرف تتكلم. شوفي يا حياتي، انا ممكن اتكلم عن اعمال الشركه والصفقات والعقود وعن المشاريع واي شيء خاص بالتجاره، لكن مساله اني ازور ابوك واقول له يا عمي انا يا يخطب بنتك، يا يخطب اجمل ورق واحلى انسانه، فصدقيني هذا شيء يخوف، اعتقد ما اقدر عليه. صدق يا راشد، ما عمري سمعت ولا عمري حسيت بهالاحساس اللي ما كنت قاعده فيه وياك، ثق تماما انك اول انسان يقول هالكلام الحلو اللي يدل على الحب والشفافيه. وانا واثق من هالشيء يا هدى، واتمنى من الله انه يوفقني معاك وان ابوك ما يرفضني. انت ليش دايما تجيب سيره الرفض على لسانك؟ صدق ان هذا ابوي وما راح ارفض له طلب، بس لا تنسى ان طلبك هذا راح يحدد مسيرتي وحياتي المستقبليه، وانت تدري ما اقدر اعيش بدقيقه بدونك. وهذا وعد يا هدى. وانت شاك بوعدي؟ انا شك بنفسي حياتي ولا شك فيك يا روحي وحبيبتي وزوجتي المستقبل. يما ايش فيك؟ ما شيء، سلامتك، ما فيني شيء. منى صار فيها شيء؟ لا لا الحمد لله، منى بخير الحمد لله. زين وينها في؟ راحت ويا ناصر عند الدكتور، يقول انه يبغى يسوي عليها فحص. زين الدكتور شلون عرف بحالتها؟ ترى ناصر اتصل بالدكتور وعلمه، علشان كذي قال يبوها المستشفى. زين يا يما انت ايش حقه ما رحتي وياهم؟ اي ما بغيت اروح وياهم، لكن ناصر قال لي خليك، لي صار شيء مهم بمر عليك وباخذك. الله يشافيها يا يما. ان شاء الله يسمع منك رب العالمين. منى تعبت، تعبت وايد في حياتها. يا يما سمي بالرحمن لدي الحين، وان شاء الله حالتها تتحسن وترجع البيت وتعيش ويانا. المهم انت ترى خلي عنك هالحزن والتفكير، ترى هم اللي بيتعبونك، واللي الله كاتبه بيصير ان شاء الله. يا رب تحفظها يا رب. خلاص يما انا بقعد البيت انطر ناصر لما يوصل، وان شاء الله تكون منى وياه ونسمع الاخبار الحلوه. يا رب يا رب يا سميع يا عليم يا رب يا رب. حسام قول لي هدى ليش استغنت عنك؟ بصراحة يا عمي أنا مش عارف، مع إني موظف في الشغل وماسك كل دفاتر الشركة ومحافظ عليه. شوف يا حسام، أنت بالأيام الأخيرة وايد مهمل، وهي قالت لي إنك ضيعت بعض الأوراق المهمة. لا
وتدخل نفسك بأمور ما تخصك. الله يسامحها يا عمي، ما هي بنتك زي بنتي برضو، لازم أخدمها بعيوني. عموما أنت راح ترجع تشتغل عندي، وأنا راح أدور لها على سكرتير ثاني، وأبيك تساعدني تشوف لي واحد شاطر علشان يشتغل عندها. حاضر يا عمي إن شاء الله. خلاص يا حسام، روح مكتبك. حاضر يا عمي، بعد إذنك. الحمد لله، أخيراً تحققت أمنيتي، وراح أتزوج الإنسان اللي أحبه ويحبني. بس يا رب عسى أبوي ما عنده طلبات تعجيزية. ألف حمد وشكر لك يا رب. صدق يوسف، أحس إني مرتاح ومستأنس. دوم إن شاء الله، الله يعطيك على قد نيتك. الله كريم. شوف دام الكرة بملعبهم إحنا ما إحنا خايفين. لكن هي هيني أبو صالح، يصير خير، نشوف التالي من اللي يضحك. عدل. تسلم. ساكم الله بالخير. ساكم الله بالخير. الله بالخير. حيا الله مني أنا. الله يحييك. طول لنا بعمرك. أحب أعرفك الأستاذ يوسف المحامي، أخوي وصديقي. أهلا وسهلا. يا هلا حياك الله. الله يحييك ويبجيك. طبعا العم بصالح غني عن التعريف. ولو بصالح مو بحاجة للتعريف، أشهر من نار على العالم. أستاذ يوسف، شو أخبار المحاكم هالأيام؟ المحاكم طال عمرك متروسة مشاكل، الله يبعدنا عنها. آمين. أنا أقول نترك القضايا والمحاكم والمشاكل وندخل بموضوعنا. يا ريت. بصراحة يا عمي أنا يشرفني أتقدم وأطلب إيد بنتك الآنسة هدى. أهلا وسهلا فيك. أنت يا راشد شاب خلوق ومجتهد واسمك ما ينعب عليه، وأنا كأب ما أردك. بس أنا لي طلب واحد أطلبه مثلي مثل أي أب. تفضل يا عمي. أنا يا راشد للحين ما أعرف اسم أبوك وعائلتك، اللي عرفه أنك من عائلة محترمة، هذا اللي قال لي. بس أعتقد السؤال ما يزعل. أبوي يعرفك زين يا عم بصالح، وأنت تعرفه عدل بعد، وهو أعطاك عمره الله يرحمه. الله، الوالد يعرفني زين؟ زين ما قلت لي شو اسمه؟ أبوي الله يرحمه اسمه سليمان محمد أحمد سليمان. شو تقول؟ أنت مالك نصيب بهالبيت، قوم اطلع برا. الحين عرفتي زين؟ قلت لك اطلع برا. Thank you.
باسم، عساها بخير. الحمد لله يا ام فيصل بخير وعافيه ونايمه بغرفتها. وش قال الطبيب الحين يا ام باسم؟ يعني بيرجعها المستشفى مره ثانيه؟ ايش اقول لك، بس هو عطانا دواء لها وقال حطوا بالكم عليها، هي محتاجه رعايه، يعني لا صريخ ولا ازعاج، والباقي تعرفين عن حالتها. الله يشافيها يا خيتي ويعطيها العافيه. امين امين يا ام فيصل، يسمع منك رب العالمين. بصراحة ما توقعت انك تواجهها بالصمت، صرت احسن من اي محامي بالمحكمة. تذكرت ابوي، تذكرت الالام ومر السنين، تذكرت هو على فراش الموت ودموعه بعينه، هذه الصورة اللي مو قادر انساها. بس انا ما شفت هدى، وين كانت؟ غرفتها، وانا متأكد سمعت كل اللي دار بيننا. المهم الحين احنا لازم نكون حذرين ونتابع الخطوات اللي ممكن يتبعها ابو صالح. بنطر ردة الفعل، مستعد لاي احتمال، بس ها لازم اكون حذر. الكوره الحين ملعبهم مو ملعبنا. اللي خططنا مش حسب ما بغيت. وهي كانت من ضمن الخطه بالاول ايه، لكن بعدين بصراحه انا حبيتها. سمعي يا هدى، ابيش تنسين الموضوع اللي جاي راشد علشانه، وابيش تنسين واحد اسمه راشد. ممكن اعرف ليش؟ واحد دش بحياتنا باسم واليوم جاينا باسم ثاني، شلون تبين تبنين حياتك معاه اذا هذا اوله ينعاب تالي؟ اكيد اكيد في التباس بالموضوع، انت ما اعطيته فرصه يشرحلك ويكون بعلمك، ترى انا احبه. شو تقولين؟ طلع لسانك يا هدى، بس شوفي من اليوم ورايح مالش طلعه من البيت، فاهمه؟ مالش طلعه الا بامري. ما تعرف الضحك والابتسامة، كله معصب وحالتك حالة. شو أسوي يا أبو مبارك؟ أفكر في العيال، أفكر بطيبة ومواضيعها وحياتها. طيبة يا أبو جاسم إنسانة عاقلة، وياما تخطت مصائب كثيرة في حياتها، وأول حالة صعبة كانت وفاة أمها الله يرحمها. الله يرحمها. وصارت مسؤولية البيت والعيال كلها على رأسها. أدري أنها تحملت مصايب وايد ومصاعب وايد بنفس الوقت، لكن شو أسوي بعدها؟ أنا ما أقدر ما أفكر فيها، لازم أفكر فيها. أنا أبو يا أبو مبارك. يا أبو جاسم هذا أنت من يوم هم صغار لما يتزوجون ويصير عندهم عيال، وأنت مثل ما أنت القلق والخوف يلازمونك طول ما أنت عايش. ما أقدر أتخلص من القلق والخوف عليهم. الله يصلحهم ويهديهم إن شاء الله. يلا انا نعست بروح انام. حياك الله، تصبح على خير. يا مساعد يا الله. يا راشد الحقني. هدى ايش فيك؟ شو اللي صاير؟ راشد ابوي طقني وحبسني بالدار وقفل علي، خذ المفتاح وياه. اهدى يا هدى وخلينا نعرف نتكلم. شلون اهدى؟ تقول لي شلون اهدى؟ ابوي قضى على كل احلامي وياك يا راشد، هدى احلامي. صدقيني سمعيني زين، صدقيني بنتم مع بعض مهما يصير راح نكون انا وياك مع بعض. يا راشد هو اللي عافيك، خليك وياي، خل اطلع من المصيبه اللي انا فيها. سمعيني زين، انت ارتاحي ولا تشيلين هم، دام انا معاك لا تحاتين اي شيء. فاهمه يا راشد فاهمه. مع السلامه.